مش طالع بره يا وسيلة. وطالما انت بقى مش فارق معاك الصعبانيات ولا العشرة ولا كل الكلام اللي انا قلته ده، احب اقولك ان انت مالكش الحق انك تطلعيني بره، لا من الثروة ولا من البيت. عارفة ليه يا وسيلة؟ عشان انا السبب في اللي انت فيه دلوقتي، لان انا اللي زورت تحليل الدي ان اي، وانا اللي قلت فيه انك بنت قاصد، انا والكلب اللي اسمه فايق اللي انت ما بتصدقيش عليه حرف واحد غلط. انا وفايق زورنا تحليل الدي ان اي يا وسيلة، ولولا ان احنا عملنا كده ما كنتش طولت جنيه واحد من الثروه اللي انت فيها دلوقتي. كده طبعا كده. ما انت مش هتلاقي حاجه تقولها ولا تعملها دلوقتي، عامل زي الغرقان اللي بيتعلم اي شيء، فهتيجي تقولي اي عبط بقى والمفروض انه يخيل عليا. لا طبعا. وانا بمر كاسه دهب اصلا، صح؟ قالوا اللي حرام يحلف. انت جيت انت رسمي، طلعوا بره بره، بقول يطلع بره. ماشي يا وسيله، بكره الايام تثبت لك ان انا صح وكلامي الماظ. اطلع بره يا ادهم، قلت لك اطلع بره. ماشي يا بابا. جن الرسمي يا حرام، لا نفسه هيطرد من الامل اللي هو فيها. قال لك لا ازاي، انا اغرق لوحدي؟ لازم اخد السفينه كلها واغرق. اي عبط هيقوله دلوقتي فاكر انه هيدخل عليا؟ عبيط. لا ما هو كذاب، هو كذاب على فكره، كذاب. ازاي تقول لمراتي كلام فارغ زي ده؟ انا ما قلتلهاش غير عن حياتك الوسخه. لآخر مرة بحذرك، ابعد عني أحسن لك بدل ما زعلك. وأنت لسه هتزعلني؟ أنت قهرتني يا فايق من ساعة ما استخفلتني وسفرتني على فرنسا، وكل ده عشان يخلالك الجو مع أختي وتضحك عليها. كذب كذب، قلت لك مفيش بيني وبين تونا أي حاجة. والصور اللي بينك وبينها كذب برضه؟ دي صور متركبة. عموما هنشوف. أنا ناوي أقدم الصور دي للنيابة وهتهمك فيها بالتواطؤ مع الدكتورة في قتل تونا، والممرضة هتشهد عليك. كده تبقى دبور زني على خراب عشه. مش دبور واحد بس يا فايق، في دبابير كتير قوي نفسها تقرصك زي بالظبط. وكفايه عليك ادهم اللي انت فرقت بينه وبين مراته وخربت بيته. لا ده انتوا عاملين رباطيه عليا بقى. عمايلك السودا هي اللي جمعتنا يا فايق. ويكون في علمك لو فكرت تخلص من حد فينا التاني مش هيسيبك. كده تبقوا اجتمعتوا على نهايتكم. المقابلة انتهت. اتفضل الشاي يا مهدي. ميرسي. ايه اخبار المشروع ايه؟ شغال فيه اهو، ربنا يسهل. ايه تحب احضر لك العشاء؟ لا عشاء ايه، انا لحقت اجوع، ده لسه متغدي من ساعتين. طيب هسيبك بقى عشان ما اعطلكش، ولو عوزت اي حاجه كلمني على الموبايل. اتفقنا؟ اتفقنا. لو بعدتش عني انا همسحك بجزمتي. ايه ده؟ ايه يا عم الاسد، ما تهدى شويه، مالك بتنرفز ليه؟ ايه ده؟ قلبك بيدق؟ مالك عشان رحت لست منال مراتك اتهزيت شويه؟ انا مفيش حاجه تهزني. حركات العيال بتاعتك دي مش هتخيل عليا، ولو فضلت حاططني في دماغك كده ودبور وزني على خراب عشه. لا 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 لا، انت اللي ابتديت الحرب دي، والحته دي لو كانت تشهد كانت نطقت عليك. انا دايما اللي ببتدي، وانا برضو اللي بحط النهايه. عارف يا فايق يا اخويا، اغبى خلق الله اللي يظن ان هو اذكى اخواته. وانت كده اقول لك ايه، ما تغركش البدله اللي انا لابسها دي، ده انا زرع اسفلت وصايع يا اختي.
يا ساتر يا رب. الحل من بعضه يا صاحبي. ولسه قبر. يعني ايه؟ مش هتبعد عني ولا ايه؟ ابعد عنك بقى. بص يا فايق يا اخويا، احنا عاملين زي التوأم الملتصق، بس يمكن اللي يفرق حالتنا عن حالات التوأم العادية ان التوأم لازم يعيشوا مع بعض، لكن انا وانت لازم واحد فينا يخلص على التاني. في 60 سلامة. حاضر يا فندم، تحت امرك. حاضر، هبلغ. مع السلامة. صباح الخير. صباح الخير. تفضلي. ده ليا انا؟ مش عارف ليه وانا معدي الصبح على محل الواد حسيت انه شبهك قوي. عجبك؟ طبعا. ميرسي قوي. مش عارفه اقول لك ايه يا استاذ فايق. فايق؟ بلاش استاذ دي. احنا مش بقينا اصحاب ولا ايه؟ فايق عايزك لو سمحت. في حاجة؟ يعني 10 دقايق وحصلك. لا، موضوع ما ينفعش يستنى 10 دقايق، دلوقتي لو سمحت. حاضر. آدم ده كذاب. كذاب. بيتبلى عليا علشان يوقع ما بيننا. أنا لا يمكن أساعده في تزوير دي إن إيه. أوعي تكوني صدقتيه. لا طبعًا. أنا كنت متأكدة إن أنا صح. كذاب وبيهبل. ده عايز يشوه حياتك ويخسرك كل اللي حواليكي، إكمنك غضبتي عليه وطردتيه. والله العظيم أنا قلت كده. أنا قلت كده. حيوان. الحمد لله ربنا كشفهولك على حقيقته ونجاكي منه. وسيلة. ما تقلقيش. أنا جنبك طول الوقت. مش هسيبك أبدا. اطمني. تعالي. تعالي. زي ما حضرتك شايف يا فاروق بيه. الجهاز كده مش ناقصه أي حاجة غير إننا نبدأ في التنفيذ. لا 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 لا، برافو برافو، هايل فعلا، براعة في التصميم ودقة في التنفيذ. على فكرة أنا كنت متوقع ده منك. شك يا فاروق بيه، دي شهادة أنا أعتز بيها. أنا قريب قوي حقابل بعض الشخصيات المهمة وهتكلم معاهم في الماكيت بتاعك ده وأوريه لهم علشان نبتدي بقى نخلص العقود ونبتدي في إجراءات التنفيذ. أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي. أشكر إيه يا راجل؟ هيا يا بابي، هيا يا أحمد. إزيك يا كوكي؟ تعالي يا ستي شوفي، اتفرجي على الماكيت اللي عامله العبقري ده. بجد حلو قوي. ميرسي قوي يا كوكي. ايوه، وانا زي ما وعدته على فكره هبتدي في اجراءات التنفيذ فورا. ايوه يا سمر، طمنيني على وسيله عامله ايه. يا ادهم، ما هي مصدومه بعد اللي انت عملته فيها ومش قادره تصدق اللي حصل. صدقيني اللي حصل ده كان غصب عني يا سمر. اي نعم انا غلطت ان انا رحت اتجوزت، بس ده كان مغرز، وانا حاولت ان انا اصلح غلطي ده ورحت طلقتها وخدت ورقه الطلاق ووريتها الوسيله وهي ما اقتنعتش. تخيلي عملت ايه؟ طردتني. والله بقى انا محترمه بينكم، مش عارفه اعمل ايه. هو فايق. فايق ده يا سمر هو اللي خلاني ازور الدي ان ايه، ومن ساعتها حسيت ان زي ما يكون شيطان وزني، حياتي باظت وفرق بيني وبين مراتي. ايوه، بس فايق انكر الكلام ده، وبصراحة بيقول لها انك انت بتعمل كده عشان طردتك يعني. لا، ده كذاب، كذاب. انا اسف يا سمر ان انا انفعلت عليكي، بس تصدقيني لما اقول لك ان انا قلقان عليكوا قوي. يمكن لما النعمة زالت من ايديا حسيت فعلا ان انا بحبكوا قوي واكتر من نفسي. للدرجات دي يا ادهم؟ واكتر يا سمر. انت عارفه انا عملت حاجات كتير كان ممكن اتسجن بسببها، بس كل ده كان عشان خاطر وسيله، عشان كان نفسي ان ثروه كبيره زي دي تروح لها
تعرف تعمل عملية وتخلف. بس حتى أنا لما رحت لها ما سمعتنيش. كان ممكن أضحي بحياتي عشانها، لكن في الآخر طردتني زي الكلاب. أنا ما توقعتش أبدا إنها تعمل حاجة زي كده. خلاص يا أدهم ما تعيطش، أنا وعدتك إني هحاول أصلح ما بينكم. أنا عارف يا سمر، عارف إن قلبك كبير وهتقفي جنبي، وصدقيني أنا مش عارف أرد جمالك إزاي. لا جمال ولا حاجة، سيبها على الله. على الله، على الله يا سمر. أنا كل اللي عايزك توصلي الوسيلة إنها تسامحني، تسامحني عشان خاطري. ولو ما كانش عشان خاطري يبقى عشان خاطر ابننا، عشان يتربى بينا. بس انت بقى وعدني انك تخفف سجاير على قد ما تقدر وحاول تنام شوية. تمام. تصبح على خير. ميرسي. الله يخرب بيتك يا أدهم، بقى كل ده يطلع منك؟ ده شغل شياطين. بس أنا اللي فارق معايا البيبي اللي في بطنك، ده ذنبه إيه؟ يتولد يلاقي أبوه وأمه منفصلين. طب بقول لك إيه؟ أنتِ ما عندكيش أي استعداد إن أنتِ تسامحيه وتحاولوا ترجعوا لبعض يعني؟ اللي أنت بتقوله ده يا طارق؟ بعد كل اللي حكيته ده وتقولي تسامحيه؟ حبيبتي أنا بس بقى يعني اللي صعبان عليا الطفل اللي جاي ده مش أكتر يعني. ذنبه هو إيه بالقصة دي كلها؟ بس على العموم انت حره يعني وانت اضرب حياتك، انا بقترح عليكي بس يعني. بالظبط. سيبك انت بقى من الموضوع ده، انا بصراحه جايه احكي لك على سر كده كنت مخبيه عنك الفتره اللي فاتت دي وقررت اني اقول لك عليه دلوقتي. سر ايه؟ قول. انا بصراحه كنت متجوز في السر الفتره اللي فاتت دي وما رضيتش اقول لكم عشان الظروف يعني وكده. اتجوزت يا تيكو؟ اتجوزت. بس الحمد لله ربنا كرمني بواحده طيبه وبنت ناس يعني. الف مبروك يا حبيبي، ربنا يسعدك. بس بجد يا وسيلة انتي ما زعلتيش مني؟ ازعل؟ هزعل من ايه؟ بص يا طارق، انا عايز اعلمك حاجة اتعلمتها من الدنيا. اللي تلاقيه في صالحك وتحس انه هيريحك اعمله. مش مهم الناس، مش مهم تقول لي ده امتى وده امتى، الكلام ده لا بيقدم ولا بيأخر، المهم ان انت تبقى مبسوط ومرتاح. سبحان الله، ده انتي لو شفتي ماما لما عرفت عملت فيها ايه. ايه ده؟ هي سامي عرفت؟ اه يا اختي عرفت. تخيلي ليلتها طبت عليا في البيت وأحرجتني قدام مراتي وكان شكلي بصراحة مبلول مش عارف أعمل إيه، وقعدت تقول لي بقى جبت الفلوس دي منين وعملت إيه وسويت إيه، مش عارف أقول لك إيه. عادي عادي، ما هو ده المتوقع منها. بقول لك إيه، سيبك من الكلام ده كله، أنا عايز أشوف مراتك. طيب هاتها يوم. خلاص هجيبها لك. يلا خلاص ماشي، هستناك. طب يلا سيبك بقى عشان إيه ما أعطلكيش بقى. ها والله. طب يعني أنت مش عايز فلوس يعني؟ يعني وطي وذوقك يعني. أيوه أيوه، تعالى تعالى. أه خد يا حبيبي، ادي شيك ب 200,000 جنيه دفع كمان عشان الشريط بتاعك، بس مديلي بقى الاول على الوصل المعتاد اللي بيبقى قصاده عشان المحاسب القانوني. عارف، حافظ حافظ. طب اعمل ايه؟ طب استنى هكتب لك شيك كمان 50,000 جنيه ديت جوازك مني، وده بقى مش هقول للمحاسب عليه. ربنا يخليكي ليا، بس بقول لك ايه، المحاسب ده واضح انه ماشيك على عجين ما تلخبطيهوش. شفت؟ طب بس اعمل ايه؟ ظبط لي الشغل. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، بس والله انا بجد لحقتيني. هاتي بس القلم، هاتي القلم.
ده انا مفلس تماما، ما عنديش جنيه جيبي. من ساعه الجواز دي بصراحه شطبت عليا، اجرت شقه وجبت عربيه واديني بصرف على البيت. لا يا حبيبي، اصرف واستمتع واعمل اللي انت عايزه، ولما تحتاج اي حاجه انا موجوده. ربنا يخليكي ليا يا سيلة. خد يا رب. ميرسي يا حبيبه قلبي. يلا هسيبك انا بقى ايه عشان ما اعطلكيش بقى. يلا باي يا حبيبي. تيكو. ها؟ هي مراتك اسمها ايه؟ اسمها مروه. طب سلم لي على مروه لحد ما اشوفها. عينيا. باي باي. باي يا حبيبي. عوني تتجوزي يا عوني. اه وفيها ايه دي يعني؟ انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ هي دي فيها هزار يا بنت؟ بتكلم بجد طبعا. لا ده انت ضربتي رسمي، ده جنان. جنان؟ جنان عشان هكمل نص ديني؟ نص ايه؟ ما انت كملتي نص دينك قبل كده. ويا الجواز من اخوكي ده بتسميه جوازه؟ لا يا شيخه، امال بتسميها ايه؟ جنازه بعيد عنك، وعطلتم فيها حضوري لحد ما اتورمت. انت شايفه بقى يا ماما ان عوني ده مناسب ليكي اجتماعيا وحتى في السن. بنحب بعض. بت ايه؟ بتحبوا بعض؟ عصافير الجنه. خليتي ايه للعيال؟ ها؟ ده اخر قرار ليك يا ماما؟ ايوه هتجوزه. تتحديني يا سعاد؟ طب ايه رايك بقى؟ على جثتي خليكي تتجوزي البلطجي ده. اتفضلي يا ستي، دي اتجننت رسمي، دي محتاجه بقى تتعالج عند دكتور نفساني. عندك حق يا عمتي، هي لازم فعلا تروح لدكتور نفساني في اسرع وقت، لان حالتها ساءت قوي. صباح الخير يا سمر. صباح الخير يا ادهم. ابدا، ممكن نقعد نتكلم مع بعض شويه؟ خير يا ادهم، في حاجه؟ لا ابدا مفيش حاجه، بس لو ينفع نقعد في مكان نشرب حاجه. اوكي تفضل. عشان وقت الاختيار اخترت غلط، اخترت وسيلة وسبتك انت. لو سمحت يا ادهم بلاش نتكلم في الموضوع ده. احنا هنفضل ساكتين لغاية امتى؟ هنفضل ساكتين برضو في اللي بتعمله فينا وسيلة ده برضو لغاية امتى؟ الله، تنسي ان هي اللي خدتني منك في الاول؟ قلت لك يا ادهم لو سمحت تقفل الموضوع ده، ده كان ماضي وانتهى. الماضي ده اتبنى عليه حاضر ومستقبل، وديني بدفع ثمنه لغاية دلوقتي. راعي اللي بتتكلم عليها دي تبقى وسيلة أختي. يا سمر لسه زي ما انتي، لسه حلوة قوي كده من جوه بقى، برغم كل اللي عملته فيكي بتدافعي عنها؟ أنا ما شفتش غير كل خير من وسيلة. طب عيني في عينك كده. لو سمحت يا أدهم بلاش الطريقة دي. بلاش انت الطريقة اللي انت بتعامليني بيها دي. وبعدين انت ليه مش عايزة تقولي ان احنا كان بينا حاجة قبل كده؟ لو زودت في الكلام أكتر من كده هسيبك وامشي. هني. أنا ما أقصدش حاجة خالص، بس بصراحة يعني أنا عايز أقول لك أنا برغم كل الحاجات الوحشة اللي عملتها فيها وسيلة، برغم كل الحاجات الحلوة اللي أنا عملتها لها، إلا إني برضو لسه شاريها. بس ده مش عشانها، لأ ده عشان خاطر ابننا اللي بطنها. ما هو برضو حرام يعني إنه يطلع يلاقي أبوه وأمه منفصلين. ما تنساش إنك أنت اللي ابتديت بالغلط لما خنتها. لا ده مش حقيقي، هي اللي ابتدت بالغلط لما اهملتني وكانت مهتميه بالثروه وكانت طماعه، وانا بشر كنت اعمل ايه يعني؟ بس صدقيني انا مش وحش قوي كده يا سمر. وليه بتقولي انا الكلام ده؟ عشان انت املي الوحيد ان انا ارجع لوسيله تاني. صدقيني لو عملتي كده انا مش هنسالك الجميل ده ابدا. هحاول يا ادهم بس ما وعدكش. انت عارف وسيله عنيده قد ايه، واللي في دماغها في دماغها. عموما نعمل اللي علينا ونخلي الباقي على ربنا.
وانا مؤمن تماما ان الحاجات دي اسمها نصيب. انا عايزه اقول لك على خبر يا معلم، بس خايفه لو قلته تهب في وشي. طب ولما انت عارفه ان انا ههب في وش امك جايه تقولي ليه؟ ما انا لو ما قلتلكش عليه دلوقتي هيجي لك يوم وتعرفه لوحدك. تجرالك ايه يا بنت النهارده؟ انا مش فاهمك، انت فيك ايه بالظبط؟ هتقعدي تحكي لي في المحكي وترغي لي في المرغي واحنا في برنامج حياتي؟ ما تاني يا بنت بدل ما اخبطك خبطه بوظ لك ديكور وش امك ده. انا حامل. ايه؟ حامل؟ يا وقعت امك السودا. واحنا مش متفقين يا بنت ان مفيش حمل ولا ولاده الا لما اموري تترسق؟ متفقين ولا مش متفقين؟ مالك يا سامي؟ احنا مش متفقين ان مفيش حمل ولا ولاده الا لما ترسق؟ متفقين ولا مش متفقين؟ ماما انت تاخد العبايه واللي حصل ده كان غصب عني والله. عليا انا يا اختي كهنه ومحن النسوان بتاعك ده. بس ادبا ليكي هتسقطيه، يعني هتسقطيه يا اما هتفلك انت وهو يا اما. اللي انت بتقوله ده مش هيحصل ابدا. مش هيحصل ابدا؟ يبقى هتموت. هتموت. قلت لك هتموت، يعني هتموت. اسألي اسألي يا روح امك، اعطاني دلوقتي خايف لما اجي لك لما اشوف مين اللي على الباب. غوري. ايوه ثواني. حاضر. اللي بتخبط فيه. السلام عليكم معلم عوني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمر عم المغبر خير؟ مختار بيه رئيس المباحث، عاوز يشرب معاك شاي ويدردش معاك شوية. طيب هيدردش معايا وبس يعني؟ مجرد دردشة مش أكثر يا سيدي المعلمين. حبيبي خد ليك وأنا هخلص الحجر وجاي وراك على طول. شكرا يا سيدي المعلمين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياة أمك، لأيامك السودة هتبتدي معايا من النهاردة. يا عوني يا عوني ما تجننش أمي. أنا عايز أعرف المحفظة دي بتاعتك ولا مش بتاعتك؟ المحفظة بتاعتي يا باشا. حلو، يبقى العقد ده كمان بتاعك. لا يا باشا، قلت لك المحفظة اللي بتاعتي، العقد ده ما أعرفوش ولا شفته ولا ليا أي علاقة بيه. لا، أنت عايز بقى تجنني بقى؟ وجنك ليه بس يا باشا؟ هو انا في بيني وبين سعادتك طار ولا حاجه؟ يا سمح الله، حضرتك سالتني وانا جاوبتك. عايز تصدقني صدقني، مش عايز تصدقني اعلى مفخلك اركبه. ده انت قليل ادب ولازم تتربى. لسه ما اتخلقش اللي يربي عون القص يا باشا، بالراحه. وكمان بجح وشرف امي اللي احبسك دلوقتي يا عون، ودلوقتي حالا، وكلمه زياده هشيلك قضيه سلاح ومخدرات. ازيك يا احمد؟ سوها، تعرفت مكاني منين؟ عمته ساميه هي اللي قالت لي. وايه اللي جابك؟ هتفضل تسالني واجاوبك كده على الباب من غير ما تقولي اتفضلي؟ اتفضلي. ما رديتيش على سؤالي، جايه ليه؟ جيت عشان اعاتبك على اللي حصل في الكافيتيريا اخر مره، واسالك ليه عملت كده؟ السؤال ده المفروض انت اللي تجاوب. اكيد طبعا، مش انت اللي اتخانقت مع كوكي الاول؟ الله الله، انت ليكي عين تيجي هنا بعد اللي حصل منك؟ انا جايه عشان احمد مش عشانك. انت اللي جايه بتعملي هنا؟ احمد مين؟ دي شقتي انا، اتفضلي امشي اطلعي بره. شقتك؟ دي شقتها يا احمد؟ كوكي من فضلك انا ما اسمحلكيش تكلميها بالاسلوب ده. والله انت بتدافع عن دي ده انا هوريكي دي بقى هتعمل فيكي ايه. ده انت النهارده ايه بس معايا؟ بس بس هقولك اتفضلي امشي اطلعي بره. لو خرجت انا هخرج معاها يا كوكي. انت بتهددني وتقويها عليا بعد اللي عملته فيا؟ انا خلاص فهمتها غلطها وانتهى الموضوع. لا ما انتهاش، اتفضلي اطلعي بره. قلتلك لو خرجت انا هخرج معاها. يبقى انت اللي اخترت يا احمد. كده ماشي يا كوكي. يلا يا سو يلا. في 60,000 داهيه. انا مظلومه يا بيه، انا ما عملتش حاجه زي كده ابدا. يعني انت بتنكري ان العقد ده كان بينك وبين عوني شفيع عباس
الشهير بعون القص. قص يا بيه وزحلول ايه؟ انا ما اعرفش حد بالاسماء دي ابدا. اعوذ بالله، مين دول يا باشا؟ لا يا بيه، لا يا بيه، ده حد بيتبلع عليا. بس السيده ساميه مؤمن عبد السلام تمام اتهمته ان هو باع لك حصه ابن اخوها القاصر دون علم المجلس الحزبي. ساميه بنت عمي عملت كده؟ اه يا بيه انا مش مستغربه، مش مستغربه. ساميه طول عمرها من واحنا عيال صغيره هي بتكرهني كور العم، ما اعرفش ليه، ربنا عمري ما عملت لها حاجه. عارف يا بيه؟ اه دي اكيد اتفقت معايا عشان عايزه تخلص مني. ايوه انا عارفاها هي تعمل كده. افهم من كده ان التوقيع اللي على العقد ده مش توقيعك؟ وريني كده يا بيه. لا لا يا بيه، انا لا ممكن اعمل حاجه زي كده يا بيه، ده مقلب ومعمول فيا صدقني. طيب هل لديك اقوال اخرى؟ اه يا بيه لدي اقوال اخرى ومهمه جدا كمان. عايزه اقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد عايز يأذيني. اكتب يا ابني واقفل المحضر في ساعتي وتاريخي، وامرنا نحن نور عبد المحسن وكيل نيابه قصر النيل باخلاء سبيل المدعوه سعاد سعيد عبد السلام تمام بضمان محل اقامتها، كما امرنا باستمرار حبس المتهم عوني شفيع عباس الشهير بعوني القص احتياطيا على ذمه التحقيق. عرفت يا مدام ساميه انهم قبضوا على عوني وهو بيبيع نصيب عبد السلام لسعاد؟ ايه. ولاقوا العقد كمان في محفظته وعشان كده حبسوه على ذمه القضيه. الحمد لله يا رب، الحمد لله. يا سلام، يعني انت مش عارفه؟ مش انت اللي مبلغ عنه؟ ايه موحي، كنت عايزني اشوف البلطجي ده هو بينتش حق ابن اخويا واقف اتفرج. على فكره القبض على عوني ده هيفيدنا جدا في القضيه بتاعتنا وهيساعدنا في ضم الولد لحضانتك ده، خصوصا ان جدته عندها زهايمر كمان. الحمد لله يا محي، الحمد لله. يعني انت اللي عملتيها يا ساميه؟ انا مش عارفه ايه اخرتها معاكي. انت وقعتك سودا معايا، انت اللي بلغتي عن عوني ورميتيه في السجن. ايه والله، ايوه انا اللي بلغت عن عوني. اسمع ما اقول لك، انت عارفه ان انا حميتك لما ما بلغتش عن وقعه التزوير ورميتك انت في السجن؟ فوق لنفسك بقى. عارفه ليه؟ علشان انا كنت عامله حساب لصله الدم مش للعيش والملح اللي زغطته لنا في التيله. تيله ايه وميله ايه؟ خلاص يا جماعه اهدوا. اهدى ايه وبعدا انت؟ انت قصدك تبوظي جوازتي عشان غيرانه مني؟ طول عمرك حقوده وغلاويه كده من ناحيتي. اه يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ ولا كلمه. انا غير منك ايه بتاعت ايه يا بنت رتيبه؟ انت فاكره ان انت تخوفيني بشعرك اللي انت مكشغولي ده؟ يا جماعه عيب كده. لولا الراجل الذوق المحترم اللي واقف ده، ده انا كنت وريتك شغلك كويس. انت كنت فين يا ست هانم لغايه دلوقتي؟ انت عارفه الساعه كام؟ يا حبيب قلبي اسكت، ده انا جايبه لك خبر بمليون جنيه، لما هتعرفه هتطير من الفرحه. هتطير هتطير. لا لو مليون جنيه يبقى تاخري براحتك، بس ايه الخبر الحلو ده؟ مش انا رحت لام محروس الدايه وقالت اني حامل؟ حامل؟ اه، وفي اخره الشهر الثاني كمان. الشهر الثاني ايه وتالت ايه؟ انت المفروض تكون قطعت الخلف من زمان. فشر يا اخويا، ده انا لسه بخيري وفي عزي. ورور على ام، الف مبروك يا ام ربيع، ربنا يسقطك بالسلامه باذن الله. ايه؟ ربنا ينتعك بالسلامه وينتعنا جميعا باذن الله. يا حبيبي الهي ربنا يسمع منك ويخليك ليا يا جوجو يا رب. تهديدك لوسيله ده مش هيخوفنا، زي ما قلت لك انا ممكن اخلعها منك وما اخليكش تطول منها اي حاجه. السنه قلبي عليك. حنين حنين يا حبيبي. انا ما انساش انك كنت وش السعد عليا. وتعاوننا في تزوير الدي ان ايه. انا واخد على خاطري منك علشان انت صرحت وسيله في الموضوع ده. اه يا حبيبي، ما انا غصب عني، ما انا كان لازم اعمل كده عشان خاطر اثبت لوسيله ان انا اللي جايب لها الثروه دي، وان انا لولا اللي عملته ما كانتش طالت حاجه. وهي لو عندها دم فعلا تروح تحلل عشان تتاكد من كلامي. وسيله لا يمكن تعمل كده لانها عايزه الثروه اكتر مني ومنك. رفضها في الاول ده كان تردد مش اكتر، بس في النهاية كده كده كانت هتاخدها ومش هتسيبها. أدهم، خد النص مليون جنيه اللي عرضاهم عليك وطلع في هدوء. إيه ده؟ قلت نص مليون جنيه؟ إيه ده، أنا اتخضيت من الرقم. إيه ده؟ إيه الرقم الكبير ده؟ وده بقى لا مؤاخذة هيطلع إيه في الثروة اللي عندها من أصول وعقارات وحسابات في البنوك؟ ده ما يكملش ملاليم يا معلم. ما تبقاش بصاص كده. وبعدين انت لسه بعظمة لسانك قلت دلوقتي جبتها لها. ما
يعني مفيش حاجه باسمك. صح. وانت كده الاضعف في المعادله دي. معاك ولا؟ انا مش اضعف. حط دي في دماغك. ماشي. ماشي يا عم الجامد. خد الفلوس بالذوق وطلع منسوجات بدل ما اخلعها منك بالعافيه. ما هو جوازك بالسر من سهام بيخلي القاضي يحكم لها بالخلع من اول جلسه. بقول لك ايه؟ ايه رايك في حلاوه تحلي لك بقك وتعيشك ملك؟ خليك محضر خير وامشي بجوازنا. بلاش طلقنا. محضر ايه؟ خير. لا يا عم كله الا كده. انا راجل احب امشي في جنازه ولا امشيش في جوازه. الله، ده انت ندل بقى. لو انا ندل كنت خلعتها منك وما جيت لك شعرت عليك مبلغ زي ده. بس انت صعبان عليا، مش عايزك تخرج كده على فشوش، فقلت احليلك بقك بدل ما تفضل باصص لي فيها. هي ايه دي المواظ اللي هفضل باصص لك فيها؟ اللقمه. مش قلت لك هاخدها منك؟ فعلا انت جاي خايف عليا، مش جاي عشان تفور دمي ولا حاجه ولا تشمت فيا. فعلا هي دي وقفه الصاحب لصاحبه. كويس انك عرفت. ده انت ابن سوق وعارف ان الدنيا دي زي المرجيحه يوم تحت وفوق، كل واحد فينا بياخد دوره. اصل انا ما خدتش دوري، طب اعمل ايه؟ في الايام السودا دي حصل قفله والنور قطع، طب اعمل ايه؟ ما خدتش دوري. ما انت اللي سلمتني عليك حاجات خلتني انطرك فيها في البدري بدري. انت ندل قوي ووسخ جدا. انت عارف احلى ما في الموضوع ده ايه؟ ان انا اول مره اشوف واحد احقر مني. ما تقلقيش يا وسيلة، أنا متأكد إنه هيوافق. يا ريت يا فاي، أنا عايز أخلص بقى. أنت مش فاهم الموضوع ده بقى خانقني قد إيه. بس أنا حافظاه، أدهم طماع، مش هيرضى بالرقم ده أبدا. ولو أفور المرة دي أنا مش عارفة ممكن أعمل فيه إيه، عشان بجد كده هيبقى بيلوي دراعي. وافرضي أفور يا ستي، يعني هيطلب كام؟ أنا عارفة بقى. ده هو. أيوة يا أدهم. لا أبدا مفيش مشاكل. قولي عايز كام؟ مليون؟ آه. بس أنت مش شايف إن ده كتير شوية؟ ماشي. أنا هكلمك بكرة عشان نتقابل ونخلص الموضوع ده. سلام. مش قلت لك هيوافق؟ مش قلت لك هيزود الفلوس؟ ايوه بس الزياده مش جامده قوي علشان نخلص من الهم ده. متهيألي جه الوقت اللي تشوفي نفسك فيه. ماشي. كيف؟ لا 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 انا مش مصدق نفسي. طبيخ؟ ده من امتى ده يا بابا؟ خلاص من هنا رايح وداع للنواشف. بس ده كتير قوي يا بابا. ولا كتير ولا حاجة يا ابني، أنا قلت احتفل برجوعك البيت. عملت لك بقى ملوخية وعملت لك فراخ بالرز، هتاكل صوابعك وراها. آه ربنا ما يحرمني منك يا بابا. وريني طبقك يا سيدي، هات. يلا بالهنا والشفا. دوق بقى وقول لي رأيك في عمايل أبوك. هدوق طبعا. ها؟ ايه ده؟ ايه يا بابا ده؟ ده الملوخيه مسكره. هو حضرتك حطيت سكر مكان الملح ولا ايه؟ سكر ايه يا ابني بس؟ اه فعلا مسكره. بس انا عارف الفرق بين الملح ولا الملح والسكر، الاثنين زي بعض. المهم سيبك من الملوخيه، خش بقى على الفراخ. انا عامل لك بقى فراخ بالرز، انما ايه هتاكل صوابعك وراه. ربنا يستر. خش. خد سكينه وشوكه. بتدخل منين دي؟ خش يا ابني ما تتكسفش. انت مش هتاكل معايا ولا ايه؟ اه هاكل معاك طبعا. اه
مالها بس النواشف؟ ما احنا كنا متعودين عليها وزي الفل. اي نعم حضرتك كنت هتولع في البيت لما جيت تسلق بيض، بس معلش ارحم من العجب ده. المهم سيبك من الكلام الكتير بقى، خش على السلطه. لا لا لا، سلطه ايه؟ انا هقوم انام خفيف خفيف عشان ما احلمش بكوابيس. عن اذن حضرتك. يا جماعه ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. قول لهم يا استاذ انا غلبت معاهم بصراحه. خلصنا يا عم لو سمحت. خلصنا يا سيدي، ورانا حاجات. يلا ارمي عليها يمين الطلاق يا استاذ. وسيله انت طالب. اتفضل. أول ما قسيمة الطلاق تطلع هبلغكم إن شاء الله. استأذن أنا؟ واطي رخيص واطي. يا ريت تحترمي نفسك، كفايه اللي استحملته منك. انا مش هقبل منك اهانه بعد كده، يعني من الاخر كفايه لحد كده. تقبل ولا ما تقبلش، انا خلاص خلصت منك. خلصت. اوعى تكوني فاكره ان الحكايه خلصت لغايه كده، لا دي ابتدت وبتكبر في بطنك. انت نسيت اني ابني في بطنك، وانا لا يمكن اتنازل عن حته مني، وهيتربى بينا احنا الاثنين. يعني هكون في حياتك غصب عنك، ولا حابه انه يكبر وتقولي له ان ابوك مش موجود، او تسمي على اسم واحد تاني زي ما حصل معاكي؟ تصدق انا كرهت العيل ده. انا ما بقتش طايقه يبقى في جوايا حته منك. كرهت العيل؟ يا نهار ازرق، ده انت كنت بتتمني ضفر عيل. صحيح نمروضه. انا اللي نمروضه يا سافل يا زباله. وسيله ما تقربش على وسيله خالص، فاهم؟ ماشي يا ادم، اما وريتك ما بقاش انا وسيله. حاضر. عيب اتكلمي بشكل محترم، ها؟ عشان انا بابا ابنك. عيب مش هقبل اهانات تاني. ماشي، احنا نفذنا اتفاقنا وانت تمشي حالا. يلا مبروك. استنى، مش هعد وراك. باي يا ماما. وحياة امه ما خلف منه، وابنه اللي فرحان لي بيه ده انا هنزله. انا ما اتلويش دراعي ابدا. ايه الجنان اللي انت بتقوليه ده يا وسيله؟ ما تعقلي شويه. ما تتبطريش على النعمه يا وسيله، ده انت كنتي بتتحايلي على ربنا عشان نعمه الخلفه. ايه هيجي عليكي اليوم اللي تقتلي فيها روح وتنزلي طفل؟ ما تعقلي بقى. بصوا انا كله الا ان حد يمسكني من رقبتي. وسيله ملهاش نقطه ضعف، ولو ده هيبقى نقطه ضعفي يغور في داهيه مع ابوه. انا مش مصدقاكي ولا يمكن اوافقك على حاجه زي كده. خلاص يا سمر، واضح ان وسيله اعصابها تعبانه شويه، وكلها كام يوم هتعقل. عن اذنكم. سلام. سلام. اللي انت شايفه اعمليه، دي حياتك انت،
مش حياة حد تاني.